يسأل ويقول: إذا جئت إلى الصلاة والإمام قد انتهى من قراءة السورة ثم كبرت، فكبر الإمام إلى الركوع، هل تعد هذه ركعة بالنسبة لي أم يجب علي القضاء لأنني لم أقرأ الفاتحة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن من جاء والإمام راكع أو قبل الركوع فإنه يركع معه وتجزيه هذه الركعة والحمد لله، لأنه قد أدركها، بدليل أن أبا بكر لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع دخل معه في الركوع، ركع دون الصف ثم دب ودخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأداء الركعة التي أدركه فيها، وإنما قال له: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني إلى المشي وأنت في الصلاة، لأنه ركع دون الصف ثم دب حتى دخل في الصف، فنهاه عن ذلك، ولكنه لم يأمره بقضاء الركعة، دل على إجزائها والحمد لله. نعم.